وفي إطار إعلان وزارة الصحة بتحديد مواعيد لفحص جميع المواطنين والمقيمين الذين تواجدوا في إيران خلال شهر فبراير الجاري لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قام بزيارتها في الشهر الجاري الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص. وأكدت وزارة الصحة على مواصلتها لكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا كوفيد-19 ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوهة بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة. وأفادت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة في المملكة. أوضحت بأنها تحرص على الإعلان عن كافة الحالات الجديدة التي يتأكد إصابتها في الفيروس فورا، إلى جانب إطلاع المواطنين والمقيمين بكافة المستجدات والإرشادات الخاصة في فيروس كورونا كوفيد-19، مجددة دعوتها لضرورة استقاء المعلومات حول الحالات المصابة أو أي قرارات أو معلومات من المصادر الرسمية. ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد بالتواصل عبر الخط الساخن على مدار الساعة 444 لأي استفسارات حول مرض فيروس كورونا كوفيد-19.